بنكي ولا مصرف يعني، بس حسب متابعاتنا أنت سياسي يجب أن تعلم، لا أقول كل شيء ولكن أن تعلم شيء عن كل شيء، فهذا هو المفروض. فإحنا حسب متابعاتنا قد تبدي هسه يكون 7-8 أيام تتحول الفلوس، ولكن بعد مرور فترة وتولد الثقة وبأنه هذا أو لا شركات رصينة تتحول 72 ساعة أو 4 أيام. فهذا هو الموضوع، وهذا اللي يجب أن نعمل به. يجب أن يكون لدينا نظام مصرفي حديث ومؤهل. النظام المصرفي في العراق نظام متخلف. احنا اليوم يقول قبل لا مو متخلف، متخلف جدا يا سيد شقاني. ما عندنا نظام، لذلك نعم. اي خلل في الحفاظ على سعر الدينار العراقي تتحمله مؤسسة البنك المركزي العراقي، وبالتأكيد اي مؤسسة بنكية في العالم يجب ان يديرها رجل متخصص في المال والاقتصاد. الاخ السيد مصطفى غالب كان قانوني، لا علاقة له لا بالإدارة المالية ولا بالاقتصادية، وحتى هو اليوم محامي يا سيد شنقالي. شون هو محامي حسب ما سمعت؟ لا هو المهم مو رجال مو مالي ولا هو قانوني، وحتى اليوم السيد علي العلاق مع أنه قد يكون لديه خبرة أكثر كان لسنوات محافظ البنك المركزي، ولكن أيضا ليس رجل مالي واقتصادي. في كل دول العالم رؤساء البنوك هنا. أنا يا سيد شنقالي أريدك تحكي لي بصراحة، أنت أكثر من دورة عضو في مجلس النواب العراقي، أنا ما أفهم بهذه السياسة، رجل قانوني تخليه بالسياسة المالية والنقدية اللي هي عصب الحياة، وعندما تريد أن ترجع تصلح بعدما أن تكتشف خطأ تعود لنفس الخيارات الخاطئة التي كنت قد أوقعت نفسك بها. أنا بس أريد تفسير ما هذه السياسة. لا مو أني ما خليتني أكمل أخي العزيز أستاذ نجيب، خليني أكمل أسترسل لك بالحكي وبعدين أخذ اللي يعجبك وبعدين عقب نعم. عليه بما يعجبك. أولا رؤساء البنوك في أغلب الدول حتى ليس من المفترض أن يكون عراقيا، يسوون عقود وياهم رجال أعمال ومال حتى من دول أخرى يعني نعم. أكو رؤساء كثير من البنوك يأتون به، يعني رئيس بنك إنجلترا كان مرشح له امرأة مصرية، ولكن في النهاية جاءوا برجل مالي واقتصادي حسب رؤيتهم، ولكن أيضا مالي واقتصادي. لذلك ليس من المفترض إلا أن يكون من جهة سياسية أو تابع، ويجب أن يكون يعمل لمصلحة البنك، لأن البنك مؤسسة مالية هدفها لديه أهداف، عليه أن يعمل مثل ما قلت بالبداية للمؤسسة ضوابط وتعليمات وأهداف. نعم. كائن من يأتي يجب أن يعمل ضمن هذه الضوابط وهذه التعليمات والأهداف التي يجب أن تتحقق. مع الأسف الشديد كل المؤسسات العراقية سواء كانت مالية أو اقتصادية أو غير ذلك يأتون بأشخاص حسب الانتماء السياسي، وهنا تكمن الطامة الكبرى وتكمن ما وصلنا إليه خلال 20 سنة. أنت تفضلت قلت بالثمانينات السعر كان 3 دولارات و22 سنت أو 33 سنت ما أذكر بالضبط أي. كان المهم اليوم إحنا نقدر هسه نشيل الأصفار ونرجع، بس مو هذا المهم، المهم إحنا نقدر نحافظ على نفس السعر.